بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض السمك الفيليه بدون أي افتكاسات، بتتبيلة بسيطة جدا، وهنقدم معاه رز وسلطة خضراء وسلطة طحينة وبتنجان مخلل. نشوف هنعمل ايه. هنجيب السمك ونغسله، نقعه في نص معلقة كركم مع شوية ملح، ونسيبه نص ساعة ولا حاجة، ونشطفه ونحط التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة عبارة عن توم، كمون، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل أسمر، هيل، نص معلقة كركم تاني لو حابة، مش حابة خلاص، اللي انتي حابة، بعد كده بهارات سمك اللي انتي حابة. التتبيلة دي حسب ذوقك، بس الأهم اللي قلتلك عليهم. وبعدين ننزل بيه في الطحين، ياخد وش كده يمين شمال كويس، وتسيبيه على جنب لغاية ما تبدأي تحمري. هبدأ تاني اخد من التتبيلة، لان انا متبلة هنا السمك عندي وجاهز، وهبدأ اقلبه في الطحين كده وبعدين على جنب. حابة تعملي صوابع براحتك، حابة تخليها القطعة في قطعتها براحتك، حاجة ترجع لك. كده خلاص الكمية بتاعتي كلها خلصت، هاخدها هبدأ أحمر فيها. هنحط زيت بس مش غزير في الطاسة، لأن انتي بعد ما بتخلصي من السمك بترمي الزيت، فحرام علينا. بنحط كمية يدوب بس تغطي 3/4 السمكة، ونسيب الربع لأن كده هتقلبيها، يبقى انتي كده تمام. تمام كده معايا. هحط كمية على قد السمك اللي أنا هحمره، علشان احنا بنخلص وبندلق الزيت اللي باقي ده، لأن مش بتستعمليه تاني. هو كده كده انتي بتحمري فيه 3 مرات، السمك على 2 على 3 وخلاص كده. كده السمك اتحمر معايا، هطلعه على ورق نشاف او على مصفى على اي حاجة علشان اتخلص من الزيت الزيادة، وهعمل الرز. هحمر الرز عادي خالص زي ما بتحمري اي رز، بس يفك عن بعضه كده، مش هخليه احمر احمر يعني. هفك الرز عن بعضه كده، وانزل عليه بمعلقة بصل بسيطة، يعني معلقة صغيرة، لان انا بحمر البصل بالشهر زي ما انتوا عارفين، وبشيله في التلاجة، فباخد معلقة بسيطة كده واحطها تدي طعمة بس للرز وخلاص.
هنا كده ناشف الرز معايا، هحط فيه معلقة البصل وأقلبها كويس، ودقيقة واحدة بس تاخد حرارة الحلة واطفي الرز بتاعي. ده الزيت بتاع البصل، ان انا برضو بحتفظ بالزيت بتاع تحمير البصل علشان يدي طعم، ما بقاش خدت البصل كده ما يبقاش فيه اي طعم. هنزل كده بالشوربة او المية بتاعتي اللي انا عيار الرز، بعد ما اطفي الرز بالمية بتاعته هغطيه واستنى عليه، اوطي عليه العين بتاعت الغاز واستنى عليه يستوي وهنقدمه مع بعض. دي البهارات بتاعة الرز عندي، حطيت له هيل وفلفل اسمر والملح بتاعه. انا شفته لقيته محتاج سنة ملح بسيطة حطيتها، وهغطي عليه دلوقتي واغطي عليه العين بس يغلي وخلاص كده، احطه على الشياطة وخلاص كده، استنى عليه لما يستوي هنزله ونشوفه هيتقدم ازاي. وده شكل الطبق بتاعنا، الرز، سلطة بيضة، سلطة خضراء، السمك بتاعنا، وزي ما انتي حابة تقدمي معاه براحتك، وبنحط كمان جنب منه بتنجان مخلل. ده السمك بتاعنا، بعد ما استوى طبعا حابة تقدميه كده براحتك، حابة تقدميه مع الرز والسلطة براحتك، الاتنين معاكي. وده طبق التقديم بتاعنا، وكانت معاكي أحلى تتبيلة بأبسط طريقة لعمل السمك الفيليه من قناة نانا وسمسمة. وكالعادة اشتركي معانا وفعلي الجرس فضلا وليس أمر علشان يوصلك جديد نانا وسمسمة إن شاء الله، أول ما ينزل الفيديو يوصلك على طول لما تشتركي وتفعلي الجرس الزر الأحمر اللي تحت الفيديو على طول مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.